عم علي زكريا رجل مصري تركته زوجته وبنته بعد ما وقع في أزمة مالية، أزمة ممكن أي حد يمر بيها، بس أكيد أكيد هو مش متوقع إنه شريكة حياته وبنته اللي هي حتة منه يسيبوه. يقرر إنه يشتغل ويكسب فلوسه بعرق جبينه والرزق على ربنا، فيستعين بمكوى من واحد من جيرانه، ووقف على رصيف يبدأ يكوي ملابس الجيران في الحتة علشان بس يقدر يوفي معايشه، يقدر يحقق مصاريفه اليومية. أنا أقعد أفكر في الموضوع وأقول أما أنا لمحافظ أن يتدخل؟ دكانة صغيرة بسيطة بسيطة الراجل يشتغل فيها وياكل لقمة حلال، الدنيا كلها لما تلف ظهرها لي احنا ما نسكتش، احنا ما نسكتش ازاي؟ هو ربنا دايما موجود، بس ربنا يسبب الاسباب. فاحنا نروح نصور ونقول لو سمحتوا يا جماعه اين المسؤول؟ تدخل ولك قدره التدخل. شوف التقرير ونرجع نكمل الكلام. علي زكريا جمعة ليا محل على النص هنا، صاحب المحل صاحب العمارة خد اداني قرشين فرقتهم على اخواته وبقيت الفلوس جهزت بنتي بيهم، اصبحت بقيت في الشارع. انا بقالي اكتر من 40 سنة هنا في المحل، انا من عمري 13 سنة في المحل لغاية وقتنا هذا. لا مراتي لما لقيت كده لما وقعت المحل وجهزت بنتها واتجوزت راحت سايباني من 2011. في زبون لما اقعد جايب لي قميص يديني 5 جنيه، ما اعرفوش منطلون لا، يعني برضه ربنا بيديني، مش قلت ما ربنا ما بيدينيش، الحمد لله ربنا بيديني، بروح مبسوط الحمد لله. زباين من 40 سنه، من 40 سنه، هو ربنا بيخلق حد ويسيبه؟ اللي بشتغل بيه باكل بيه انا والعيلين، شابين، شاب شغال وشاب عيان. من الساعة 12 لغاية العصر كده ربنا يرزقني بخمسين ستين مية الحمد لله على كده، مش عايز حاجة أكتر من كده، معايا أكل وشرب الحمد لله، ولا إيجار ولا سكن ولا عليا فلوس الحمد لله. أنا بطلب من وزيرة التضامن تبص تديني نظرة اللي أنا بوقفتي على الرصيف ده هيت وتعمل لي معاش 200 جنيه 300 جنيه، ده أنا اللي طالبه منها. أنا ما ليا سكن ولا ليا عنوان ولا ده، أنا عنواني على شبرا، أنا بخاطبها تعمل لي معاش بدون أوراق أو مثلا تشوف حالتي، أنا عمري 65 سنة وأنا واقف على الرصيف، عايز أتنشل من الوقفة ده معاش 300 جنيه.